الأسد عايز إيه؟ الأسد عايز يحتفل، هو مستني احتفال، يمكن يكون احتفال بالارتباط، ارتباط رسمي، أو مستني احتفال بعيد جواز، عيد ميلاد، في مناسبة الأسد متوقع إن هو يحتفل بيها، عايز يحتفل بيها طبعا مع شريكه. نفسه شريكه يديله حاجة، هو مستني منه حاجة. سيبكوا بقى من البنتكلز ان هي كوينز، لا مش شرط يكون فلوس، مش مستني منه فلوس، مستني يديله حاجة، مستني منه عطاء من نوع ما، حتى لو اهتمام. يعني شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتخلى عنه، بيبعد عنه، مش قريب، مش قريب بالدرجة الكافية على الأقل. يعني ده أنا بحاول أقولها بألطف طريقة ممكن، بس هو بيبعد ومتجاهل الحب والمشاعر والحاجات دي كلها، وإيه، وسايبه ورايح في حتة تانية. شريك الأسد عايز إيه؟ شريك الأسد King of Cups، هو حابب يديلك مشاعر، عايز يديلك مشاعر أكتر، معرفش إيه اللي موقفه، يمكن يكون حاجة فيك بينك وبينه مثلا، إنه أنت يمكن زعلان منه في حاجة، أنا مش قادرة أفهم، بس هو عايز يديلك مشاعر. نفسه في برج بينكم، نفسه يتهد، نفسه يتهد. بصوا بقى، أفتكر إن البرج اللي بينكم ده شخص، ده شخص، الشخص ده أو حتى ممكن تكون صفة فيك في الأسد، نفسه إنها تتهد ويحل محلها حاجة أحسن، أو في حد عامل لك غشاوة على عينيك يعني، خليك مش مقيم الموضوع صح، واللي بيأكد لي ده حاجة كارت هنشوفه بعد شوية. شايفك ازاي؟ شايفك خبر حلو، يعني انت بتسر قلبه، بتدخل في قلبه السرور، حاجة طاقة إيجابية بحتة. يعني الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة، انتوا شكلكم داخلين على مرحلة جديدة ومرحلة حلوة، أو دخلتوا فيها بالفعل. ده كارت زواج كويس، انا بشوفه كارت زواج، او التوجه نحو الدين، او بتمروا بظروف وحشه جدا، يا ده يا ده. بس في حاجه جديده هتحصل، في حاجه هتشتغلوا عليها، هتصلحوها، في حاجه هتتصلح، زي ما انتم شايفين هو قاعد بيصلح حاجه، في حاجه هتتصلح كويس. انا مش عارفه ده شغلك ولا شغل شريكك، بس اللي حسسني انه في حد هو اللي مسبب المشكله بينك وبين الاسد الكارت ده. شايفين هو قاعد، ده واحد ملك وماله هدومه وقاعد وحاجه حلوه جدا، وجنبه هذا الكائن الطفيلي ده بينصحك نصايح مش كويسه، ده مش بيتمنى لك خير. في طرف في العلاقه دي بتاعت المجموعه التانيه للاسد مشوش على رؤية حد فيهم، يا إما الأسد أو شريكه، فاهمين قصدي؟ بس أفتكر إن هو الأسد، لأن اللي نفسه الغشاوة تنزح هو شريكك يا أسد. في حد مسيطر عليك أو مش مسيطر عليك، أنت مدير ودنك، الشخص ده مش كويس، مفهمك صورة غلط عن شريكه. البرج ده لما هيتهدى هتبتدي تشوف الصورة أوضح، وهتشوفها أحسن، وهتشوف يعني شريكك أو حبيبك على حقيقته فعلا، مش بالصورة اللي الشخص ده أو البني آدم اللي بيوسوس لك ده مصورها لك، لا. فهمت قصدي؟ الرقم ما بينكم حلوة جدا، زي ما قلنا الأسد مستني احتفال، مستني عطاء أو حاجة معينة من شريكه. الأسد شايف شريكه بيبعد عنه، ومش دي الحقيقة، أنا مش شايفة إن دي الحقيقة خالص. شريكك بيحبك يا أسد، وعايز يقدم لك الاهتمام وكل حاجة، بس في حاجة واقفة في طريقه، في حاجة مضايقاه، لمجرد ما هتروح هتشوف كل الحاجات دي وهتبان لك بصورة أوضح. شايفك خبر حلو وطاقة تفاؤل وحاجة حلوة جدا، والطاقة ما بينكم فيها مرحلة جديدة. أفتكر أنتوا هتشتغلوا على الموضوع وهتصلحوه يا أسد مع بعض. ده فعلا صح جدا، كلام صح، الابتعاد العاطفي للأسد. تمام، ده فعلا صح. بشكرك يا أم حياتي، أمل حياتي، بشكرك. طيب شوفوا بقى مين الشخص اللي عمال ينصحكم النصايح اللي مش لطيفة دي، و
اي حد مدخلينه في العلاقه. هرجع تاني واتكلم عن الحموات بليز، ارجوكي كل الحموات خليكوا كده جمال، خليكوا حلوين، وسعوا للخير. يعني اي زعله تحصل حولي، يعني معلش هات الغلط على ابنك او بنتك احسن، عشان الدنيا تمشي وما يبقاش حد شايل من حد. لان هقول لكم على حاجه، بيحبوا بعض جدا، ف هيبقى انتوا شكلكم وحش، يعني في الاخر هيتصالحوا كده كده هيتصالحوا. فخليكم كده محضر خير وصلحوا ما بينهم ان شاء الله. ربنا يعني ربنا هيكافئكم على حاجه زي كده اكيد. تمام. محمد ابعت على الصفحة. اوكي ان شاء الله يا نسرين. اوكي ده شغل جديد ان شاء الله باذن الله يا ماما توجي. مفيش حاجه بتتصلح، ما تقوليش كده يا مريم، ان شاء الله هصلح كل حاجه باذن الله هتتصلح. ده اللي انا شفته، عايزه تصدقيني صدقيني. الصبر طاب. طيب الصبر طيب، اهلا بيك نورك. الظروف صعبة في صلح، في صلح أسد مع أسد. اه دي حقيقة، دي حقيقة. اوكي الحظ في العمل. نيجا أنا شفت العمل في عند الأسد كويس، وفي يمكن عنده سفر كمان. مريم لو دي الحالة، لو دي الحالة حاسة إن جواكي طاقة مش كويسة، طاقة سلبية، بعتيلي على الصفحة حاول أساعدك. كلميني كلميني نشوف ممكن احاول اساعدك ازاي. كلامك صح جدا، انا بموت فيك يا علا، تسلمي لي يا روح قلبي. صح جدا يا سرسوره، ميرسي يا روحي. انا كانت ما تقولش على نفسك كده يا راشد، ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. اوكي الكلام ده 100% يا ست الكل. يا حسني بشكرك جدا جدا. اوكي يا رب باذن الله. طيب خلينا نشوف اخر مرحله، مش عارفه مستعجله ليه النهارده. اللي مش مرتبط اصلا يا انا مش عارفه اسمك، حود اطوان. انا شفت للناس اللي ما عندهمش ارتباط خالص، مش في علاقه اصلا، لا مفيش علاقات جديده، يعني السناجل سناجل وانجوي. السناجل بليز انجوي. هنشوف المجموعة الثالثة والأخيرة، برج الأسد. أيوة أيوة أيمن. جميل جميل، يا سلام يا سلام. أوبا طيب. تطور مادي حلوة قوي، المجموعة الثالثة، حالة امان سيكيورتي، مش عات الهم ان شاء الله، مش عات الهم خالص للحالة المادية. الحالة المادية عندك حلوة جدا، وبص فرحان بنفسك ازاي وشكلك رايح على مغامرة، هتعمل مغامرة. وكمان بيوصفك يا اسد شخص تلقائي، شخص ايجابي، شخص كده عفوي على طبيعته. عندك شوية تهور، في شوية تهور، بليز احسب بس خطوتك كويس، بس شكلك داخل على مغامرة جديدة. بس الكارت طاقته حلوة جدا، شمس طالعة وانت مبسوط وايه وحالتك المزاجية كويسة جدا الحمد لله. هنا the lovers ده في حالة ارتباط بس مش جديدة، دي مش مشاعر جديدة، دي مشاعر موجودة اوريدي، بس انت مرتبط بشريكك. طيب في هنا حالة هروب بتحصل، بتهرب من ايه يا اسد؟ بتهرب من ايه؟ شكلك عامل الحاجة غلط وبتهرب منها. مش عايز تواجه، او على الاقل مش عايز تواجه، يعني خلينا نقول مش لازم تكون عامل حاجة غلط، مش عايز تواجه حد دلوقتي وراحتك، انت حر اصلا، يعني ده هو اللي كسب، يعني لو انت ما واجهتوش هو كده الكسبان، لان مواجهتك صعبة جدا. عندك الشمس، الشمس ساطعة وطلعة ومنورة الدنيا كلها، الشمس يعني فرح، يعني طاقة إيجابية، يعني نجاح، يعني صحة، حاجات حلوة قوي، وأمان،
ودي اهم حاجه عندي بصراحه، احلى احساس في الدنيا احساس الامان، مش خايف من حاجه خالص، الحمد لله الدنيا عندك حلوه قوي قوي. طيب نخلي بالنا بقى من الحاجات الحلوه قوي الجميله دي عشان تحتها الجزمه ده. The devil ده بيوحي بالحسد او بالسحر. نخلي بالنا بقى من التطور بقى المادي والعلاقه الحلوه اللي فيها ارتباط دي والشمس اللي طالعه والمغامره اللي انت هتعملها، ان في قر عمال بيحصل من وراك، حصن نفسك، بلاش تتكلم، ما تقولش يعني ما اعرفش، هو ربنا قال واما بنعمه ربك فحد، بس ما اعرفش يعني، حاول تحصن نفسك على الاقل، على الاقل واحد مش عارف يعمل ايه وما اعرفش. خلي بالك ايه طاقه حسد عندك يا اسد، جامده جدا، خلي بالك، او ممكن تكون وصلت للسحر كمان. مجهود مبذول في العمل واضح جدا جدا جدا، بس ممكن تعمل اكتر، كمان ممكن تعمل اكتر، دوس على نفسك اكتر شويه. في حد شكله في مجال العمل، مش شرط يكون برج اسد، بس هو شخص مخيف، مخيف وذو سلطه، كويس، افتكر ده عندك في العمل، ده سيطر عليه كده بالطبطبه زي ما هي بتعمل بالظبط، شايفين، اتقي شره يعني بمعنى اصح، اكسبه، حاول تكسبه لصفك. ايه اللي كانوا بقى بيسالوا بالنسبه للسناجل؟ السناجل المجموعه الثالثه في عندهم مشاعر جديده، في شخص هيظهر كده ويقدم عرض، مشاعر جديده. لو كان الشخص ده ظهر بالفعل فاحنا بنتكلم في خطوبه، في علاقه جديه، كنت نصيحته انه اظهر مشاعرك يا اسد، اظهرها، الشخص ده الشخص المناسب، اظهرها ما تخافش. يعني في عندك موت لألم يا أسد، المجموعة الثالثة اللي كانوا بيعانوا من حاجة نفسية أو أي حاجة حتى جسدية، إن شاء الله في موت للألم، no pain anymore، خلاص الألم هيروح. أنا مش عارفة ده هل لأنه الموضوع اتعالج وخلص، ولا يعني أنت اتعودت على الوجع ده، بس أنا حاسة إن هو اتعالج وإن أنت بقيت كويس والدنيا كويسة أوي أوي أوي. ألخص القراية، ان شاء الله تطور مادي كويس جدا، ان شاء الله مفاجئ كمان، حاله ارتياح وامان من الناحيه الماديه، ارتباط قوي مع الشريك، في حاله هروب من مواجهه، الشمس وجمال الشمس اكتر كارت بحبه، بفكر اعمل غلاف الكتاب الكارت ده، يعني في جهد مبذول جامد في الشغل بس انت ممكن تعمل اكتر. في هنا حالة عفوية كده، وزي ما انتوا شايفين ماشي بيتمخطر كده ومش فارق له حاجة، وشكله داخل مغامرة. موت لألم، الحمد لله في شخص هيظهر نفسه، أو الأسد نفسه لو هو ولد يعني، هو اللي هيظهر نفسه وهيقدم عرض لشخص معين، عرض ارتباط. خلوا بالكم الحسد يا أسد جدا جدا، العين عليكم جامدة قوي 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 الفترة دي، لأن ما شاء الله الدنيا عندكم حلوة. الشخص العنيف ده اللي انت تعرفه اللي يخوف بالطريقه دي، حاول تكسبه بعقلك، روده بعقلك، ان شاء الله هتقدر عليه باذن الله يا هدير، ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ربنا يسعدكم كلكم يا رب. لا بصي انا خلاص ابتدى يبقى عندي ثقه في نفسي صراحه في الموضوع دي، لان قرياتي